ما نحبش نسمعها خلاص، فهمت ولا؟ ها يا سيدي كيف حبيت نعيطوا لك برك انت؟ تعيط لي العلوش. ها فهمت. فهمت؟ افلت يا سيدي. احنا من تاريخ نتاع اليوم نولوا نعيطوا لك العلوش. هذا ما كان. كنت اللي درتولي هذا لازم تنحيه. اسمع اسمع، هذاك اللي من الناس هنا وراك تهضر في هذه الهضره، يعني والله العظيم علوش غير فهمتني. يعني ما ماشي هكذا يعني. الهضره هذه هضره لازمي صواب هذه. انتوما صواب كي رشحتوا رواحكم درتوا التصاور تاعكم هنا. سي بلول الحاج العقلي. سي ابراهيم. ونسي الحاج ابراهيم يا سيدي سي مخلوف، وانا نجري معاكم ندور ما خممتوش عليا خلاص. هاشي العلوش، انت واش بالنسبه ليك انت دوك الامه قاعد ترشح روحها درك؟ من كيفاش؟ 24 مليون صورة دوك احنا نديرو نتاع البلاد، ما عندنا الفلوس، هذه قضية نظام هذه. نظام نعم. يا جماعة شوفوا، هذو اللي راكم طلي حبي عتول. الله يعينك العلوش، شفتي تخلط لي عتول مش مع العلوش، خلينا نهضرو. روح نزرع نزرع عتول ولا علوش. كيفاش هاتي؟ هذوك كيفاه؟ احنا حباب وجيران واحنا خوة، وربي راه هو والبط بيناتنا. ها قول لي شو منك نمشي معاك راجل هذا؟ واش تنشوف يا راجل؟ كلش لنا. هيا قول لي، واش راهو خطك؟ خاصني؟ وعلاه ما درتونيش معاكم؟ وين هذا؟ في البلدية اللي راكم مرشحين رواحكم ليها، لو كان تربحوا تروحوا تخلوني. البلدية هذا مكان، غير البلدية اللي راهي مجي نيتك هذا مكان. شوف أنا بالنسبة ليا لو كان إن شاء الله نجوزوا في هذا الترشيح تصبع أساس. شوفوا يا جماعة هذا سي حاج إبراهيم، هذه راهي بداية، هذه راهي بداية على العلوش. خلي ريتي تاي انا عساس ولا عندي نكل بالحبة واحد بالعرق تحصل له. ها تبدا بشويه من عساس حتى تصبح لي. لا 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 هذه ما تلعبهاش خلاص. انايا خلينا من عسكر، خلينا من عسكر. شو تعسى شو تينا؟ واش قلت لو كان مثلا نديرو اكتشاف بيروت؟ انا مانيش تاع بيروت، انا لازم هي صح. شوفوا يا جماعه صلي عندي، هذه الجماعه اللي عندي صلي عندي يا سيدي. فاهمين؟ خلاص فرات اسيدي ما نجموش نهضروا كحنا دوك ولا كيفاه. واش قلت يا سيدي لو كان نديروك مثلا نشاورو نجيب لنا الخضار ونجيب لنا الصالح؟ لا لا لازم حاجه الفوق الفوق هذه كامله اكبر. وين الفوق الفوق هذا؟ وين الفوق الفوق البرتيج؟ وين طالع؟ وحبيتو قال نديروك وزير انت هذا؟ حاجه لله ما قلنا وزير ما والو، المهم نكون معاكم وخلاص، ما تروحوا لي من لمن. جاتني فكره. وش هذه الفكره؟